تحتدم المبارزة هنا وكأنها نزال في أرض معركة، لكنها في الواقع استعراض للمهارات والفنون القتالية ضمن فقرة للعراضة الشامية خلال أحد الأفراح في مدينة الباب شرقي حلب. بهذه الحركات يناور بشار محاولا الانقضاض على خصمه المفترض، خصومة مصطنعة لإمتاع الحاضرين تنتهي بالصلح مع اختتام العرض. طبعا لعبة السيف والترس هي إلى أحوال وإلى أسماء لحركات كمان، يعني في حركات مثلا نحن بنقول لها حكم، لعبة حكم، في شيء باللعب الجماعي بنقول له ناعورة أو بحرة، في أسماء مختلفة يعني بيطلقوها من أجدادنا على هاي اللعبة وعلى أشكال لعبة السيف والترس. العراضة الشامية تراث مميز وشكل من أشكال الفنون الشعبية تناقلته الأجيال على مدى عقود، ولا تزال حاضرة في الأفراح والمناسبات، تؤديها فرقة يسود الانسجام بين أعضائها وكأنهم صوت واحد في أداء الوصفات والأهازيج. نحن كعراضة شامية من أبناء دمشق، هذا تراثنا، بعد تهجيرنا نقلنا هذا الأمر معنا من الغوطة الشرقية وجبناه معنا له، في معنا بعض الأشخاص كانوا متعددين من أكثر من فرقة، جمعنا الشباب وشكلنا هاي الفرقة باسم فرقة رجالك يا شام. إحنا عبارة عن نقل أجدادنا وأبهاتنا، وهلأ عم ننقل صورة إحنا للأطفال وللجيل اللي طالع. تنتشر فرق العراضة الشامية بشكل واسع في عموم المدن والبلدات السورية، ووجودها مرتبط بالأفراح والاحتفالات، ولكل منطقة ما يميزها من حيث الأهازيج والوصفات واللباس، لكن جميعها تنهل من الفولكلور الشعبي والتراث الشامي الأصيل. تبقى العراضة الشامية ذات أهمية كبيرة لدى السوريين، وتعد من طقوسهم القديمة لأنها مرتبطة بجميع المناسبات والأفراح منذ القدم إلى يومنا هذا. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة الباب.